جاءت بعد ذلك التبريرات اللاحقة التي تدافع عن هذا الأمر، واستفدنا من قاعدة التسامح في أدلة السنن، وما أدراك ما قاعدة التسامح في أدلة السنن، لكي ندخل مجموعة من الأكاذيب في الفضائنا الفكري والثقافي والتاريخي. على الأقل يعني مع الأسف الشديد أنا لدي بحث مفصل حول قاعدة التسامح في أدلة السنن وآثارها على الفكر الإسلامي وعلى التاريخ، ويمكن يعني للأخوة أن يراجعوا هذا البحث. أيضا دخل لسان الحال وسوغنا الكثير من القضايا التي لم نجد عليها دليلا أنها بعنوان لسان الحال، بعنوان كأني به يقول، وقد أصبح لسان الحال مدخلا لبعض الأكاذيب أيضا. أنا لا أستبعد، بل الشواهد تؤكد أن بعض الأفكار التي أصبحت تطرح كأفكار، مثل قضية وجود ليلى في كربلاء، مثل بعض الكلمات المنسوبة للإمام الحسين، أنها في أول الأمر طرحها بعضهم بعض القراء بعنوان لسان الحال، ثم تحول لسان الحال إلى لسان المقال. هاي كأني به رفعت صارت وإذا به يقول، هاي كأني به يقول لا يبعد، بعض الشواهد لدي تؤكد هذا المعنى، ولدي أيضا بحث بالمناسبة حول لسان الحال وتأثيراته في هذا المجال وخطأ الاعتماد عليه لأسباب شتى، منها أنه من أنت ومن أنا حتى دائما نتحدث بلسان حال علي أو بلسان حال رسول الله أو بلسان فاطمة الزهراء. في كثير ما يعكس بلسان الحال هو يعكس لسان حال المتكلم، لا لسان حال المعصوم الذي أو الإمام الذي يتكلم عنه، يعكس لسان حالك، ولا سيما عندما تقدم صورة هزيلة ضعيفة عن الحسين أو عن العباس أو عن غيرهم من أبطال الثورة الحسينية أو غيرهم من رموزنا في التاريخ الإسلامي. وأيضا من الأمور التي أصبح يعتمد عليها البعض لتسويغ ما لا دليل عليه ولتبريره وتمريره إذا صح التعبير وإلقائه من على المنابر، عنوان أنه ما المانع من ذلك؟ شو المانع؟ هذا ممكن، بدل أن تكون القاعدة ما الدليل على ذلك؟ إذا يقول لك وما الدليل على عدم حدوث ذلك؟ وما الدليل على امتناع ذلك؟ هو القاعدة الأساسية والبديهية عند أي حدث يراد أن يدعى حصوله، القاعدة الطبيعية أنه ما الدليل على حصول ذلك؟ شو المصدر؟ أصبح لا الدليل، أصبحت القاعدة مش أنه ما هو الحجة، ما هو البرهان، ما هو الدليل، أصبح ما هو البرهان على الوجود، أصبح ما هو الدليل على عدم الوجود. يعني بعبارة أخرى أصبح الإمكان دليل الوقوع. نحن في الفلسفة يقولون الوقوع دليل الإمكان، إذا شيء حدث بعد لا تسأل عن إمكانه العقلي أنه يمكن أو غير ممكن، إذا حدث ورأيته رأي عين ما حدث ما وقع إذن هو ممكن، لولا إمكانه لما وقع. لكن مع الأسف أصبحت القاعدة المتبعة عند بعض القراء والخطباء أنه لا هذا ممكن، فبالتالي يطلع على المنابر وكأن الإمكان أصبح هو دليل الوقوع. هذه بعض يعني القواعد التي سوغت تمرير هذا الأمر، وكما قلت الأساس هو التعامل العاطفي بقراءة التاريخ قراءة عاطفية. ويؤسفني أنه حتى بعض التسويغات الفقهية تشعر باللمسة العاطفية عليها ومجانبتها، اللمسة العاطفية الخطابية. الفقيه ما بيعتمد على المشاعر وعلى الخطابات، الخطيب بيعتمد على الأدلة والبراهين، على قال الله وقال رسوله وقال المؤرخون حصل هذا الأمر أو لم يحصل. لكن مع الأسف ومن يراجع بعض الردود التي كتبها بعض العلماء على السيد محسن الأمين العاملي في رسالة التنزيه يجد صدق ما أقول، أن بعض الاستدلالات